floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. السلام عليكم، معكم خالد الحفاري. المرة دي نتكلم عن مشروع رقم 5، وهو مشروع للقنوات الفضائية السودانية. طبعا القنوات الفضائية السودانية في خاصة في رمضان، نتكلم بالتحديد في شهر رمضان عشان أحدد الرسالة بتاعتي. في شهر رمضان نحن برامج سودانية ما في حاجة غير الأغاني السودانية، نحن الأغاني السودانية نحن فترنا منها نزاته، فغير كده إنه ما في ناس من برا السودان قاعد يسمعوا أغاني سودانية. في كاميرا خفية مبتذلة جدا، والناس ملوا منها والناس زهقوا منها. الناس حاليا الاعلام بقى بيدخل قروش للدول، نحن الاعلام السوداني غير انه يصرف قروش الدوله ما قاعد يجيب اي حاجه من برا، يعني ما قاعد يجيب اي اعلانات من برا. هسه حتى مثلا اليوتيوب ما في، ما بتلقى فيه اعلانات من في اليوتيوب ذاته. هسه مثلا لما تفتح الفيديو ما بتلقى اعلانات. فنحن هسه حاليا محتاجين حاجات جديده غير البرامج الاغاني، مع احترامي للفن السوداني، محتاجين حاجات جديده تجذب مشاهدين جد، ناس اكثر، تخلي العالم ذاته يجي يفتح القناه بتاعت السودان دي فجاه عشان يشوف فيها حاجه جديده ذاته ما متوقعه قبل كده. فالبرنامج اللي انا بقترحه هو برنامج رياضي، لانه الرياضه حاليا هو زي ما شايفين اكثر دخل في العالم في مجال التلفزيون هو بتجي من مجال الرياضه. لانه مثلا نفس زي المصارعه بتاعت فلويد وماكريجر السنه اللي فاتت، كانت دخلت في ظرف ساعه واحده مليار دولار، يعني بتعادل الدخل بتاع نادي ارسنال لمده سنه كامله. فيشوف الرياضة حاليا وفي كأس العالم برضو دخل خيالي. فهو في التلفزيون الدخل رقم واحد الأعلى هو في مجال الرياضة. فالبرنامج أنا حكون يعني صعب، نحن ما عندنا فرق بتنافس يعني تجيب لنا مشاهدة ولا في أي حاجة، لكن في حاجة تانية حتجيب لنا مشاهدة الناس ما لاحظوا ليها، اللي هي برنامج بتاع مصارعة النوبة. لأنه في البرنامج حيكون اسمه أغوى رجل في السودان. برنامج حكم مفروض يكون مثلا بعد 8 شهور او مثلا يتعرض في رمضان. التصوير بدا من حاليا. حيكون فكرته كيف؟ حيكون فكرته على حلقات. الحلقات الاولى هي عباره عن تجارب اداء،
تجارب الاداء زاد ان احنا دارين نكون فكرتها مختلفه. تجارب الاداء ما حتكون مثلا في خرطوم بس، تجارب الاداء حتكون في كل ولايه السودان. الطاقم بتاع البرنامج ده هيجيب لي مثلا حكام، هيجيب لي ناس محترفين حكام، مثلا يجيب لي حكم ضيف من برا السودان عشان يجذب مشاهدين اكثر بمتابعه الحكم الخارجي ده. حيكون مثلا الحلقه الاولى مثلا تكون في بورسودان، تتصور مثلا في جزيره السواكن. ليه؟ اول حاجه بتعرض المنطقه السياحيه، لانه الناس حيجوا على حسب الحكم الضيف ده، او على حسب انه حاجه اول مره يشوف لهم مصارعه سودانيه، مصارعه بتاعتنا مصارعه حقيقيه، لانه اصلا المصارعه بتاعت الدبليو دبليو اي دي اصلا ما حقيقيه، لكن دي مصارعه حقيقيه 100%. حتجذب لنا ناس من برا السودان حيشوفوا اول مره مصارعه سودانيه، لانه انا متاكد اي اجنبي لو قلت له اشوف المصارعه السودانيه حيدخل عشان يشوف هي اصلا دي شنو، هنا ده المصارع بطريقه. حيصور الحلقات الاولى تكون في بورسودان، حيعملوا الدعوه لاي زول في بورسودان ولو مثلا التصوير الاسبوع الجاي، اي زول عنده في شغل في كمال الاجسام عنده مقدرات بدنيه عاليه يجي يشارك معنا. الحلقات الثانيه مثلا حتكون مثلا في كسرة، تصور في الجبال. الحلقات اللي بعدها حتكون مثلا في مروي، تصور جنب الاهرامات. متخيل يعني هسه حاليا تشوف لك برنامج مصارعه في ساحه جنب الاهرامات. اول حاجه كنا نقول مثلا دي الفراعنه السود، مصارعه الفراعنه السود. هو الحكايه كلها عباره عن اوهام بتاع الدعايه. لما تكون مثلا نازل مصارعه جنب الاهرام، في ثاني مثلا في جبل مره مثلا تكون في حلقات، اي زول في الحته دي اي شارك الحلقات، الناس المشاركين دي كل مره حتكون تحصل مرحلات بتاعه اغصاء، كل مره المشاركين دي بيقلوا 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 بيقلوا. طيب الناس دي ما حتكون منافسه بدنيه بس، لانه احنا عايزين نرسل رساله انه الزول السوداني ده ما قوي بالجسد بس، حتكون في منافسات ثانيه في الحلقات المتقدمه بتاعت اخلاقيه. مثلا اي متسابق في المصارعه دي او بالمسابقه دي حيكون مثلا يدوه في حلقه كده يقدم حاجه للمجتمع، يجيب فكره جديده يقدمها للمجتمع اللي فيه الولايه حقته ويجي يشارك بيها. حيكون مثلا الحلقات اللي بعدها اغصاء، لما نصل المرحله الاخيره يجيبوا بكم مصارعه، الفائز الوحيد هو في ما ضروري يكون مثلا في المصارعه بس، يكون في كمال الاجسام، يكون في الجري، يكون في حاجات كثيره بدنيه، يقيموها ناس رياضيين محترفين ويتم التصوير بطريقه تشويقيه وشغل بتاع مؤثرات على اساس انه يجيب ناس من برا. صراحه فوائد البرنامج ده، اول حاجه هيخلي ناس كثيرين اجانب تجي، حيجي السياح، حيجوا السياح حيشوفوا السودان من خلال البرنامج ده، لانه حتكون يعني اضافه بتاعت سبايسي للمنظر السياحي، انه في مصارعه في منظر سياحي. غير كده ثاني انه في دخل خيالي، دخل خيالي انا اذا منتج عندي شركه، فانا بشوف لي حاجه اكثر حاجه الناس حيشوفوها، اكثر حاجه الناس حيشوفوها اللي هي مثلا مصارعه، لانه انا تاسع متاكد اللي بيشوفني ده، انت اذا فتحت لك برنامج قال لك دي مصارعه سودانيه حتخش ده شنو؟ 200 ده، انت حتخش تتفرج في المصارعه السودانيه دي. ثاني حاجة أهم الرسالة احنا عايزين نقدمها للبرنامج ده، اللي هي بتاعت عايزين ندي رسالة للشباب انه يهتموا بصحتهم، يهتموا بصحتهم، لانه انت لما تيجي تشوف لك ناس بتاعين كمال اجسام، ناس بيدعموا لك تحفيز، بيعملوا لك موتيفيشن، انك مع شاب زيك وزيهم واحد، انت عايز برضه نفس الشيء يكون عندك المقدرات دي وتتمرن زيهم، لانه انت شفت تدرج البرنامج الزول بطل كمال اجسام ده من الحلقة الأولى كان شكله كيف، وطبعا مع التمرين ومع النصائح الطبيه اللي في البرنامج حتكون بيصل في النهايه حيكون يتغير، لانه البرنامج حيكون يصور عليه شهور، فانت حتجيك تحفيز انك برضه تهتم بصحتك. لما الشخص يهتم بصحته اول حاجه حيكون بعيد عن المخدرات. نحن عايزين نشغل الناس ثاني، لانه ممكن تجي تقول لك ما تشرب المخدرات، نحن عايزين نوريك انت اذا ما عملت كده بيحصل لك كده، اذا عملت الحاجه الصح بيحصل لجسمك كده، لأن الواحد إذا بدأ يهتم بصحته وبقوته البدنية حيبعد عن المخدرات، حيبعد عن الكحوليات، حيبعد عن أي حاجة ضارة بصحته، حيبدأ يفكر أنا البروتين ده اللي أكلته، الفيتامين ده اللي أكلته، العضلات بتاعتي زادت كده. فالشباب هو عايز تحفيز، نحن عايزين نحفز عشان نبني لنا شعب قوي، شاب يعيش لغاية ربنا أداه عمر، يعيش لغاية عمر 60 سنة هو شاب. نحن ما عايزين ناس بعد 30 سنة يبقى يفتش في العلاج. هو البرنامج فيه رسالات كثيرة البعد عن المخدرات. لو البرنامج ده يلف السودان كله، ما قبل كده نحن صرفوا في برامج يلفوا فنانين للسودان كله، يصرفوا فيه صرف خيالي انه الناس يلفوا السودان، اول شيء يعكسوا السياحة السودانية، يعكسوا المناطق السياحية السودانية، جذب مشاهدين من خارج السودان يشوفوا حاجة قبل كده ما شافوا قبل كده، لانه في اسيا حاليا ودعوة مصارعين من برا السودان يجوا يصارعوا ونحن نتحداهم ماله. فأتمنى الفكرة تكون وصلت، وشكرا لكم على المتابعة، وأتمنى بس تعملوا لنا مشاركة للفيديو تحت،
ودعمكم.